رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.